السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي، اليوم رح نحكي عن الرافعة الشوكية اللي هي بتحمل وزن 3 طن ونص، اللي هي بسموها الستافة بالدول العربية. تمام، فاليوم رح نحكي عنها ونشرح مواصفاتها كمان. ولو سمحتوا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك، ومثل ما قلت لكم القناة جديدة وبحاجة لمشتركين ودعم، فرجاء دعمونا وبتشكركم سلف. ويلا خلينا نبدأ. تمام، اليوم رح نشرح عن هي الرافعة. هي الرافعة اللي هي بتجي المقاس الرقم 3. تمام، هنا بيجوا مقاس رقم 1، مقاس رقم 2، مقاس رقم 3. يلي ما شاف الفيديوهات الأولانية تبع الأوزان الخفيفة اللي هي الرافعة اللي بتحمل طن ونص، وفي الرافعة الثانية اللي بتحمل طن 800 كيلو، وهي الرافعة رح اورجيكم قديش بتحمل. طبعا هدول رفقاتي كمان عم ياكلوا. هي الرافعة بتحمل مكتوب عليها 60 35. 60 35 معناته بتحمل 3 طن ونص. تمام، 60 35 معناته بتحمل 3 طن ونص. الماركة هي شتيل. تمام، الماركة اللي هي تبع الرافعة ماركة شتيل، بصراحة ماركة ممتازة. طبعا الرافعة هي على البطارية، كمان بتنشحن شحن. تمام، ومواصفاتها كتير حلوة وكتير ظريفة. تمام، هي بالنسبة لهي الرافعة. طبعا هي الرافعة غير الرافعات اللي صورتوها هذيك، هي بتجي ما بدون بيل، ما لها لا باب ولا بلور. هي بتجي خاصة بالصالات، جوا داخل الصالات يعني. تمام، تحمل أوزان تقيلة مثل ما شرحنا بالفيديوهات الماضية. اللي ما شاف الفيديوهات الماضية يفوت ويشوفها ويعمل لنا لايك ويشارك الفيديو ويعلق أي شيء بده، أي سؤال احنا جاهزين إن شاء الله. هاي بالنسبة للأضوية تبعها، مثل ما حكينا هدول الضوين بيجوا العاديات، وهذا الضوء اللي هو الأزرق اللي قلت لكم عليه بيضوي هون، بوريكم كيف بيضوي، شايفينه؟ هذا هو. هذا الضوء الأزرق، شفتوه؟ هذا الضوء الأزرق بيضل عم يضوي، مشان إذا أنا كنت ماشي بالصالة مثلا جوا. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كان في عالم ماشي بالصالة جوا مشان ما يصير حادث أو شيء لا سمح الله، فبينتبهوا إنه هون في عندهم رافعة مرة من الطريق، فبينتبهوا بيطلعوا يعني. تمام، هاي بالنسبة لهذول. طبعا دواليبة مثل ما حكينا، كاوشوك، ما بيجوا هواء، بيجوا كوشوك. تمام، اضمن يعني. طبعا حجمها بيجي اكبر، كل ما زاد الوزن كل ما بيكبر حجم الرافعه. هاي مثلا بيجي وزنها 4 طن. تمام، بتحمل 3 طن ونص. تمام، وزنها 4 طن بتحمل 3 طن ونص، حتى وزنها اكثر من 4 طن، 4 طن ونص تقريبا. تمام، هذا الشنجر اللي حكينا عليه اللي احنا هون، هذا مثل ما قلت لكم نرفعه هيك. تمام، نرفعه هيك لفوق. هذا مثل ما حكينا في عربيات بنحطها، بنحط هون بالنص العربية الشنكل بنحطه هون. تمام، بعدين بنجيب هذا الغطاء اللي هي هي الحديدة، بنحطها هيك، بنرجع من نقفل على العربية مشان نسحبها وبكل سلاسة. تمام، هلأ بنكمل. عندنا هون الغطا بيجي تبع البطارية تبعها، نفتحه من هون. تمام هيك، وبنسحبه لورا لفوق. تمام، بس نسحبه هيك لفوق، نسحب هيك، بصير هيك لفوق. هاي البطارية تبعها. تمام، بطارية بتيجي تحت هون. هاي بالنسبة للبطارية تبعها. نرجع نسكر الغطا. تمام، ونضلنا ماشيين بنكمل. طبعا هي الشوكات تبعها. تمام، مثل ما حكيت لكم، هي طبعا ترتفع اكثر، هي بترتفع للاربع امتار ونص. الشوكات تبعها بترتفع للاربع امتار ونص. هلا بنرفعهم بنشوفهم. بالاضافه هون مثل ما حكينا في عنا هذا الكرسي. هذا الكرسي هاد
الزر حكينا عليه، بنكبسه لورا بيرجع الكرسي او بنقربه لقدام. تمام، هاد مثل ما حكينا كمان بتكبسه لتحت هيك، تمام، يقوم الكرسي بينزل لانه هون في قطع مصور بالكرسي تحت، مشان انت ماشي بالرفع ما يصير مشكلة على الظهر ويصير في ضغط على الظهر. كمان بترفعه لفوق، بيرتفع لفوق الكرسي، انت بتعايره كيف ما بدك. تمام، هو في له عيار يعني. هاي بالنسبة لهاد. شو في عنا كمان؟ هاي فرام الايد مثل ما حكينا، بتنزله تمام، بترجع بترفعه تمام. هاي اجوا رفقاتنا كمان، اجوا رفقاتنا، اهلا وسهلا. ايه والله كانوا زعلانين لانه صار لي زمان ما اخذ اجازه بالشغل، وزعلانين كانوا ما عم يجوا، صار لهم 4 5 ايام مرون، اليوم رجعوا الحمد لله. تمام، خلينا نكمل الفيديو. بنجي عنا لهون، طبعا هي في لها كمان ضوين ورا، بس تركب انا ري بيشتغلوا الضوين اللي ورا. تمام، طبعا هي بما انه ما لها باب فالمفروض تكون قاعد جوا الواحد يكون في له حماية، فالحماية هي بتنزل، هي شايف تنزلها بتقعد، صرت انت جوا تمام، مشان ما يوقع الواحد اذا كان ماشي بالرافع. تمام، بتكبسها هيك كبسة لعندك وبترفعها لفوق، بترجع بترتفع لفوق. تمام، صور لكم اياها من جوا، هنشوف المواصفات من جوا. يا الله، طبعا هاي البنزين، هاي الفرام، هاي مثل ما تلكون الزمور هون. تمام، هاي الدركسيون تبعها يمين يسار، كيف بدك ترفع، فيها مراية. تمام، من فوق كمان بلور، هاي شاشة التحكم تبعها، هاي الشاشة مثل ما حكينا، هاد الضوء شغل الضوء قدام، هي اشتغل الضوء قدام، نرجع نطفيه وتكبس عليه. هي مساحات، بس مساحات ما فيها هي. تمام، بس ما بعرف ليش حاطينها. هي السرعة مثل ما حكينا، بتحكم بالسرعة 1 أو 2، سرعة 10 أو سرعة 20. هي الفليشر تكبسها، كمان بصير في ضوء الفليشر شغال. تمام، عنا هذا الضوء، هذا الضوء بتكبسه هون مشان ورا، اذا حطيت انا ري يشتغل الضوء الوراني. هاي بالنسبة لهذي. تمام، عنا هون، اللهم صل على سيدنا محمد، عنا هدول الفوتيسات مثل ما حكينا كمان. هذا الفوتيس بيرفع الشوكة لفوق، شفت عينكم، هاي انا عم برفع على الشوكة لفوق، هاي عم برفعها. تمام، بتكبسها لقدام بينزل، هاي عم تنزل. تمام، ها مثل ما تكون، اذا كانت الرافعه مثلا مايله هيك الشوكات تبعها لتحت، بدك ترفعهم لفوق انت هيك مشان ما تسحط الرافعه. هذا بتقربوا لقدام وبينزلوا لقدام، شوف كيف عم ينزلوا، بترجعوا لعندك لورا وبيرجعوا لورا. تمام، هذا رقم 3، هذا بزيح الشوكات على اليمين وعلى اليسار. انا بدي ازيحهم على اليسار، بكبس على اليسار، بدي ازيحهم على اليمين، برجع بكبس لعندي، بيزيحهم على اليمين. شايفين عم يتحركوا، بنحطهم على النص هلا، كانوا على النص. تمام، هاد بيفتح الشوكات وبيسكرهم، هاد شوف كيف، هاي عم بفتح الشوكات، برجع بسكرهم، بسحب لعندي بيتسكرهم. تمام، بتحبوا شوفوا العلاوة تبعها، رح نرفعها نشوف العلاوة تبعها تبع الشوكات. بسم الله، شايفين هاي بالنسبة للعلاوة تبعها. ثلاثة امتار ونص، 4 امتار تقريبا. تمام، هاي العلاوة تبعها، هاي اللي بترفع فيها بس. طبعا مثل ما حكينا، وتكون رافع الشوكات انت بهي العلاوة، تمام، غير مسموح انك تحمل طبلية وزنها مثلا 3 طن ونص وتمشي فيها وانت رافعها هيك، لانه اذا حملت طبلية وزنها 3 طن ونص ومشيت فيها وهي هيك، بتقلب الرافعة وبيطقوا هدول الشوكات. تمام، هي هذا هي العلاوة بتحسن ترفعها بحالة واحدة، انك مثلا انت بيكون الشوكات على الارض، تكون الطبلية على الارض،
تمام، بتفوت بتحط بتحمل الطبلية وبترفعها هيك شوي 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 لآخر علاوة تبعها، وبدك انت مثلا تحطها على رف، بتقرب شوي شوي وانت عم تمشي فيها شوي شوي، بتحطها على الرف بتنزل وبترجع لورا بترجع بتنزلها. اما انك تحمل الطبلية وزنها 3 طن ونص وتمشي فيها مسافات طويلة، ما في، ممنوع، لانه هي بتطق الشوكات. تمام، هي بالنسبة لهي المعلومة كمان يعني لازم تعرفوها. تمام، هاي بالنسبة لكل شيء. تمام، هاي في هون بيجي في علبة فيها تفتح تحط فيها أغراض، تحط فيها أي شيء بدك إياه. تمام، وهي مثل ما حكينا هذا بيتسكر هيك، بيتسكر بيصير هيك، وبدي يفتحه برجع بسحبه لعندي هيك وبرفعه لفوق، هيك بكون فتح. تمام، هاي بالنسبة لهدول المعلومات. تمام اخواتي اخواني، هي كل شيء معلومات اليوم عن هي الرافعه اللي هي بتحمل وزن 3 طن ونص مثل ما حكينا. تمام، وهي بيكون وزنها 4 طن ونص. فهي كل شيء معلومات عنها لليوم. ان شاء الله لسه في عنا معلومات عن في رافعه كمان بتجي اكبر بتحمل اوزان اكثر، كمان ان شاء الله راح نصور عنها ونشرح عنه كل شيء بإذن الله ونحسن عليه. تمام، أخواتي أخواني، بتمنى أن تكونوا استفدتوا من الفيديو، بتمنى أنه تشتركوا بالقناة. أنا مثل ما شفتوا القناة ما فيها مشتركين، لسه جديدة القناة، فنتمنى منكم أن تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك، لأن اللايكات مفيدة، وأي تعليق بتكون تعلقوه، سؤال بتكون تسألوا، أنا جاهز إن شاء الله. فرجاء لا تنسونا من الدعم، اعملوا لايك واشتركوا بالقناة واعملوا شير للفيديو كمان. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.